هذا ابني خطار اجهم ومرتي خطار اجهم وهاي هاي الخطار راح ولد عمره سنة والله يوم ربي يوم تالي دم راح خطار وراح خبروا لي قالوا عباس عائلته مقتول شو جات اللي نام حتى الطفل الرضيع العمره سنة يعني ما حد مسوي المجرم ما يسوي العمره سنة تباوع له تباوع لي باوع له والله بس تباوع له لا يستغري يضحك للرايح وللراجع الخطار لحد الان لا واحد خلونا نشوفهم ولا خلونا اي شيء ما خلونا يشحتون علينا الحكومه وطوقونا حتى الكاميرا سحبوها وكلهم حتى لا شفناهم ولا هاي ما لا لا مطلوب لا ايدي لا عنده خيرات الله وهاي سياراته وماله عنده خير من يوم الله ما نعرف هسه ضيعوها علينا ضاعت تربيع للفتره ولحد الان بعد يومين يقول لك ما ادري هو انتهى كم نفر هم؟ 12 نفر اي وياهم اطفال ها إيه؟ الاطفال كم واحد؟ اطفال ثلاثه ايش قد اعمارهم ما تعرف؟ سنتين وسنه والباقي شباب ومزوجين وخير من يوم الله عنده باقي ولد ايش قد البنات ايش قد؟ كلهم 12 نفر جاء عند والدته مسوي عمليه نعم وجاء ابن عمه يزورهم نعم ولقى الحادث طفر الفياج وخبر الحكومه اطفال جهال والدته قبل يوم يا اخي والله لابد اخذها سوالها قصر نعم وقبل كم يوم تزوجت ثانيه اجت تشوف امها رجال يشتغل مقاول رجال الخبر يا ابو عبد العمد مقتول هو وعائلته بغرفه بحر هسه سمعنا يعني ما كاش تو فاجئنا يعني من طلع حماد يعني بس اختي شلون مقتولين وابن اختي شلون سوت الحادثه واخوانه ووالدته زين اذا لا هسه لو فرضا هو من النوع اللي يتعاطى مخدرات كريستال وما شابه ذلك نقول يسوي الازيد زين انسان لا جاي لا يشرب خمر لا يشرب حبوب لا مخدرات انسان له وزنه وله ثقله بالمنطقه وحتى عند ناسه وعند عمامه انسان محبوب صوره وثقيل مؤدب هسه هاي المنطقه اسال عليه باب والله العظيم ما عنده يعني بحياته من نزل هنا لحد هذا اليوم ما عنده لا مشاجره ويا صديق ولا ويا غريب ولا ويا جيران فلذلك العقل ما يتقبله هو قاتل عائلته رجال مقاول اي عنده قالب وياخذ بناء يشتغل مقاول حالته الماديه ماشيه الحمد لله هاي سيارته موجوده هاي ماشيه الحمد لله والشكر هسه اكو بيها الناس تقول مطلوب وقتل عائلته هسه هو المطلوب اليوم اكيد المطلوب لو يكلفون علي ابن عمه لو يكلفون علي صديق لو تنخلق شجار بداخل بيته او بخارج بيته بالفرع حتى يعرفون هذا الشخص مطلوب هذا الحكي ما موجود هذا الشيء ما موجود يعني ماكو واحد له علم بهذا الشخص مطلوب فلذلك العقل ما يتقبلها ويرفضها العقل تماما جملة وتفصيلا يرفضها العقل هو قاتل عقل سمعنا حتى بنت جايت الخطار بنت نعم قلت لك انا قبل يومين شو راح اخذ والدته سوالها قسطرة نعم فبنت جايته شوف امها نعم والله ما تمام نعم فابن عمي جاي هم يتعافى الامه داق الباب ما فاتح الا الباب طافر بالبيت لقى العائله كلها وهو من ضمن العائله مقتوله حتى الرضع حتى امه فمو من ضمن المعقول هذا الشخص هالشكل يعني اذا يتعاطى اقول لك احتمال لانه اللي يتعاطى مخدرات يسوي الازيد من هذا الشيء بس لكنه هو هذا الانسان ما موجوده هاي الفصائل به انسان مؤدب واخلاق وراقي وثقيل وله وزنه صدق بالله الكريم يعني اذا اشوفه ودك تجامله وتسولف وياه وتقعد وياه وتصادقه يعني انسان واعي ومواليد 73 يعني لا هو طفل لا مثلا يعني ما يعني شغله الدور 12 نفر ما قام ما حتى ضامع عتوه هسه اكيد هو حتى اذا يريد هذا تقول تحللها هو يرميهم هسه ما له واحد اثنين ثلاثه هسه البقيه هم طفروا عليك كفوا بندقيه تلاقوا يا فلذلك احنا نطلب من السلطات تتحقق بالموضوع هذا الشيء ما يتقبل العقل بان هو قاتل عائلته فهذا الفاعل 100% يعني هنا بيوسف تقول ثلاث طلقات هو مضروب يا ما من طلقه واحده انكتل شلون ضرب واحد ثلاث طلقات
يعني سليم تعطلق وحدات قتله. نعم. هم يقولون سيقول الضابط يقول تطل غاتبي. يعني يقول ثلاثة بي. زين شلون طيب أول وحدة ما موت ناي طيب وحنا ينتحر ما يموت طلقة وحدة. شلون ثلاث طلقات يلا موت له. السلاح شنو شان مسدس ولا؟ ما ندري ساعة يقول مسدس ساعة يقول مندقية ما طبنا شفنا شيء إحنا. ما نعرف شنو السالفة كذا ما نعرفه. ما حد طب من عندنا. ما شفنا شيء صار. كلهم إخوان كبار واختعد اختعتهم خطار. هم كلهم ضحايا كذا راح. كذا رايحة كذا رايحة. لا شفنا الحادث ولا شفنا شلون قتلوا يعني بس الدوله موجوده يعني احنا هلال خاصين ما خلنا نطب نشوفهم انا ابن عمي ابن عمي اريد بس نطب نشوف الحادثة شلون صارت ما يقبلون يعني ما صاير هاي واحد ينقتلون اهله ما نطب نشوفهم يعني من يشوفهم لا لفلفوا عليهم شنو السالفه ما نعرف سيدنا نعرف شنو السالفه شلون قتلوا ما ادري لو بيقولون كاميرات ضعيفه لو بيقولون شيء يعني ما نريد نعرف شنو السالفه ما ادري يعني ما يعني اهله واحد هلا مقتولين ما طب شوفهم وين صار ما صار بتاريخ العالم خبرونا ما شفنا حد ما طابين انا انا عمي خبروك وجيت اي والله من الزبير وجيت اي والله ما اعرف ميت شماحي يقول 12 اللي 13 يقول 10 ما اعرف حد الان ما دخل ما جاك ولا خلوه ادخل وما تدري ايوه